حاجة بس أخيرة قبل ما ندخل في الإضاءة. في الأول هنلاقي دول بيتهبدوا كده، أنا مش عايز دي، أنا عايزهم بالمنظر ده كده. فأنا هاجي عند فريم، وليكن عند فريم زي ده، وهروح عند كل واحد من دول وأقوم قايل له ست انيشيال، ده ست انيشيال، وده ست انيشيال، وده ست انيشيال. بالمنظر ده لو جيت عملت كده هلاقيهم بالشكل وده اللي انا عايزه. بس هي دي اللي انا كنت عايز اتكلم عليها. نيجي على الاضاءه. الاول انا عايز اعمل اضاءه دراماتيك شويه، عشان نعمل دي هنحتاج ان احنا نشتغل مع الجي اي، هنحتاج ان احنا نحط سبورت لايتس. رايت كليك الاول وهروح لسينما 4 دي تاجز وامدي بروتكشن للكاميرا. اللايت الاولاني انا عايزه يبقى جاي من هنا، واللايت الثاني عايزه جاي من الباك من هنا كده، بحيث ادي وسع للسين كان السين لسه فيها مسافه بره. هروح هنا واروح لاريا لايت، ولو ان الموضوع مش هيفرق قوي في الحاله بتاعتنا دي، بس انا حابب ان انا الف الاريا لايت بتاعي اخليه مثلا حاجه كده. طبعا هو كبير قوي السكيل، فانا هصغر السكيل بتاعه بالشكل ده. سكيل الاريا لايت على فكره له علاقه بالشادو، تمام؟ فانا هعوزه كده. طبعا انا ببص للحته اللي بتلمع دي، فانا هعوزه لورا كده، تمام؟ بالمنظر ده كده. وهروح لللايت سينما 4 دي تاج تارجت تاج، وهتارجت بس اي بوك من البكاكيك من البوكس دي اللي هي هنلاقيه بوك رقم 1. فانا هروح هنا واخد بوك رقم 1. ايه رقم 1 دي؟ رقم واحد، تمام. طب عايزين نشتغل شغل كويس، ممكن اسيبها كده وممكن اروح للديتيلز. الاريا شيب انا عايزه ديسك بصراحه، مش عشان يبقى مناسب للي انا عايز اعمله. معلش على النهجان الصوت الواحد ده، بس يعني مش عايز اقول لكم انا واخد 8 محاضرات ورا بعض، ف البطاريه خلصت. هروح هنا للفولوف وهقول له لينير، تمام. طبعا هنا الديكاي كبير، بس انا هخلي الديكاي يا دوبك يبقى واصل لحد ده كده، ويبقى هنا ده يبقى مديني كده. يبقى انا عندي هارد لايت وعندي سوفت لايت. اللايت ده في جنرال انا هخليه وورم لايت، تمام. وهخلي الاضاءه مثلا حاجه كده. قصاده الناحيه الثانيه لو جينا عملنا على اللوكال عشان اخده على عدل على طول كده، تمام ماشي. وبحاول بص احاول دايما تتفادى ان اللايت يكون في نفس زاويه الكاميرا، لانه هيدي فلات. يعني ما تقوليش احطه كده، لا يعني خليه بزاويه بعيد عنها شويه عشان ما يديلكش فلات سيرفس، فما تاخدش العمق ولا البعد اللي انت عايزه. اللايت ده انا هخليه واخد البلوتنت بالشكل ده. انا يمكن هخلي اللايت ده اعلى. اوبس مش ده. ده بقى هنسميه البلو لايت. على فكره احنا كده شغالين في مهمه الراجل الثالث في السين، اللي هي المهمه بتاعه اللايتنج. وده هسميه ال او اورنج. هخلي من الاورنج لايت ده اعلى الاثنين هيدوني سوفت شادو. مش عايز هارد شادو.
انا عايز صوت شخص. لو جيت حالا اعمل رندر هلاقي الرندر بتاعي بالمنظر ده تمام. طبعا مش حاجه خالص. نبدا نشتغل في الجي اي. قبل ما نشتغل على الجي اي عايز اعمل دبل كليك واحضر ماتيريال، والماتيريال دي هسميها كالعاده اوفرايد ودبل كليك، وهشيل ريفلكتنس وهسيب دي في الميد جراي 50% جراي تمام. وهروح لريندر سيتنجز و خليني على فيزيكال تمام. اوفررايد ماتيريال هقوم قايل له خد الماتيريال بالشكل ده. انا هلاقي تاثير تاني للاضاءه بس بالظبط انا كده شفت اضاءه. بس خلي بالنا بقى من نقطه، شايفين النويز عامل ازاي؟ يعني النويز هنا وحش جدا تمام. ده هيجي منين؟ ده هيجي من الفيزيكال. بص كده شادو سب ديفيجن ماكس. قبل ما اقرب لدي عايز اروح هنا الاول للسامبلنج كواليتي. في حاجه بقى مهمه، انا هنا هشتغل على السامبلر على الفيكسد، انا هشتغل على ستيل فريم تمام. فبما اني هشتغل على ستيل فريم مفيش داعي ان انا اشتغل على ادابتيف واشتغل على سب ديفيجنز وكلام من ده. بس السامبلنج سب ديفيجن انا هخليها هنا مثلا 6 وهعمل رندر تمام. زي ما احنا شايفين اهو بدا يدي سموث، خصوصا ان انا عندي هنا حاجات رفيعه قوي، لو حصل فيها نويز هتبقى مشكله خلاص. فافتكر لو بقت 4 تبقى احسن، وهروح للشادو سب ديفيجن وهخليها هنا 4 خلاص. في الحاله دي انا هاخد بقى بصوا هيبقى الريندر اسرع، في نفس الوقت هيبقى كلين اكتر كمان من المره اللي فاتت. فالفكره مش فكره ارفع ارفع ارفع، لا الفكره فكره انت بترفع فين تمام. في الاخر الجهاز اللي بيترفع اساسا. المهم هنشيل كل القصه دي، بس انا عايز اطمن الاول على ان الحصو اللي انا حاطه ده على الترابيزه، لان انا مش عارف انا قلقان منه ليه. هروح هنا خدتوا بالكم هو على الترابيزه، بس انا مش شايف انه على الترابيزه ليه؟ لان انا مش حاطط الامبيانت اوكلوجن. الامبيانت اوكلوجن هو اللي هيديني السنس ده تمام. حاجات زي دي مش هترمي شارو تحتها تمام. بس انا عشان اخد السنس ده فانا هروح هنا واروح لإفكتس وهحط امبيانت اوكلوجن. طبعا المينيمم اللي هي الحته اللي هيبقى فيها الشادو تقيل قوي طبعا زيرو. الماكسيمم لو سبتها 100 الترابيزه دي كلها هتبقى اسود، لان 100 سم كتير. 100 سم يعني ان الشادو هيفضل 100 سم على ما تنزل الترابيزه دي كلها على بعضها ما تكملش 50 سم. مش عارف يعني لو جينا عملنا رندر شوف اهو تمام ماشي. يعني هنا هلاقي اصلا الحبايه بقت سودة اهي، شايفين اسود الحبايه نفسها اسود. بس انا شفت السنس اهو، انا لقيتها في شادو صغير تحتها. فانا مش عايز 100 سم، 100 سم كتير جدا تمام. انا لو 10 سم تبقى كويس، وكونترست مثلا 25 او 23 وات ايفر. يبقى هنا لو انا جيت عملت اريا كده بص خدت شادو والحبيبات بتاع نفسها ما هياش ما سودتش قوي. يمكن كمان الثلاثه فانت تبقى كويسه كويس جميل كده تمام. نحط الجي اي، هروح ل سكاي تمام. في السكاي دي نخلي بالنا من السكاي دي الكاميرا هتشوفها. انا عايز اعمل اللوكيشن نفس الاسكار. طب نعملها ازاي؟ دبل كليك كالعاده وهنحط هنسمي دي اتش دي ار اي، دبل كليك شيل الكالر شيل الريفلكتنس اشتغل على اللومينانس استنى شويه تمام. انا منزل مجموعه حلوه. بالمناسبه المجموعه دي لو انت عايز تجيب دول نفس اسم الموقع ده اس اي بي ال، او افتكر على ما افتكر هو اسمه اتش دي ار اي لابس تمام. على ما افتكر ده
تقريبا اس اي بي ال اتش دي ار اي فكره، وكان الوحيد في الحركه اهو. اتش ار ال اس لولا. تمام. الموقع ده هو فيه كله فري، يعني الاتش دي ار اي كلها اللي فيه موجوده فري. عايز تنزل الارشيف بتاعهم نزل الارشيف بتاعهم، عايز بقى تختار انت اللي تنزلها وتشتغل عليها اختار اللي تنزلها. طبعا الصوره الثمبنيل اضغط هتقوم منزل، هيقوم منزل لك الاتش دي ار اي اللي انت عايزه ونازله فري. دي شويه سوفت بوكسز برضو كويسه لو انت حابب انك انت تنزلها، بتنفع جامد جدا على فكره، خصوصا في اضاءه المنتجات. انا لو عليا انا هختار البانكر. البانكر الاولد اندستريال دي هتنفع في السين اللي انا عايز اعملها، والفاكتوري كات ووك برضه هتنفع، و التانية فين؟ التانية فين؟ مش مع المجموعة دي. تمام. في هنا السيتس اهي، ممكن تنزل انت السيتس دي كلها، انت خش بقى تصفح انت الايه، عيش حياتك انت في الموقع زي ما انتم شايفين الدنيا عندكم. تمام. هنيجي اهو، انا عندي واحده اهي بنكر، في بنكر 2 3 1 4 مش عارف انا واحده بقى اللي ممكن تنفع معايا، بس لو احنا جينا عملنا كده بريفيو جنب الرز اهو، انا عايز هي دي اللي بتحكي جو الغموض اللي انا عايزه. تمام. فانا عايز اخد اللي فيها ريف، انا باخد اللي فيها ريف ليه؟ لان اللي فيها ريفليكشن ما فيهاش بلر، لان فانا اخد الريف، هي هتبقى ممكن تبقى فيها كونتراست عالي بس هنظبطها. يعني هنعمل اوبن، هيقول لي اعمل كوبي للبتاع دي للتكتشر جوه الفولدر، هقول له لا. هنا انا هعمل رايت كليك واقول له اوبن ويندو، اوبن ويندو بس علشان ابقى شايف الدنيا بتاعتي هنا عامله ازاي. جميله قوي على فكره، انا نفسي اسنتر دي تبقى ورا الكتاب ده، تبقى منظر الاضاءه تبقى تحفه. طبعا عمال اقر كتير. تمام. انا هاخد دي واحطها على السكاي. تمام. وعشان اشوفها كويس، لان هي ونخلي بالنا من حاجه بقى، كارت شاشتك لو مش عالي، مش عالي يعني، لو مش قوي كفايه ممكن الدنيا تتقل معاك شويه. هتروح لإديتور وهتقول له ان التكتشر بريفيو سايز مثلا 1024 او 2.48 على حسب قوه الكارت اللي عندك. فبالمنظر ده انت لو رحت للسكاي ورحت الكووردز وقلبت دي كده ولفيت، فانت هنا هتعرف تحط مصدر الاضاءه مكان ما انت عايز حاجه بالمنظر كده. تمام. يبقى احنا كده لو جينا احنا كده ظبطناها مكان ما احنا عايزين، واقدر ان انا كمان الف بالكاميرا حواليها زي ما انا عايز. يعني حتى لو شلت الكاميرا كده تمام، اقدر ان انا اخد الدنيا كده زي ما انا عايز حاجه بالمنظر ده. بس يعني لو حابب. جميله. عشان بقى نشتغل هروح هنا افكت جلوبال الومنيشن، في البرايمري هسيب الاريديانس كاش، وفي السكندري هاخد الوايت ميديا. تمام. السامبلز هسيبها، او مش هسيبها ميديوم، هقول له كاستم سامبل كاونت، وهجرب عدد السامبلز لغايه ما اوصل لعدد كويس، ونقف عند العدد ده بحيث ما نزودش على نفسنا وقت الريندرنج والمعاناه بتاعت. نروح للريديانس كاش، افتح ده كده سالب 3 0 دنسيتي هسيبها 40، مينيموم سبيسنج خليها 30، سموزنج هسيبها زي ما هي، كلر ريفاينمنت لو دي عليت هياخد وقت جامد في الريندر بس براحه ربنا هناخد شادو محترم، لايت مابنج 5000 كتير خليها 3000، السامبل سايز هخليها 0.32، سكيل سكرين
build reduce demand filter output filter interpolation exit افتكر كده ماشي. لو حبينا نعمل render الريديانس كاش الله ينور تمام. شوف طبعا فل ولا واخدين اي حاجه. ليه بقى؟ لان هنا في الاوفر رايد انا عامل اوفر رايد على كله فانا لا انا عايز هنا ما اعملش بقى اوفر رايد. انا عايز اقول له ما تعملش اصلا اوفر رايد وهدي البيزك ماتيريال دي على كل الاوبجكتس بقى تمام. علشان طبعا لو عملت اوفر رايد يبقى انا كده مش واخد مش واخد جي اي من اصله. طب احنا بنشتغل نفسنا تمام. كده تمام نشتغل. شوف في حاجه بقى هوريها لكم كمان. كده بقى انا بدات اخد جي اي بقى. لان الاول ما كانش فيه بس واضح ان الجي اي محتاج سنه محتاج دقه لان الاضاءه جايه لحد ما مش اللي هي هنحتاج نزودها شويه بغض النظر ان مفيش لسه ماتيريالز اتحطت بس عايزين ناخد حاجه محترمه. ممكن نخلي السين دي تعمل الومينيت اكتر من كده. ممكن لو ضغطنا دبل كليك هنا كده او من غير دبل كليك ممكن نعمل حاجه جامده قوي. ممكن نروح هنا وناخد الانفينيت لايت. الانفينيت لايت الميزه بتاعته هو هيحاكي اشد مصدر ضوء في السين. مصدر الضوء بتاعك بقى يطلع القمر يطلع الشمس يطلع حاجه زي اللي هنا دي تمام. فدي مش قصته تمام. هو انا هعمل بيه حاجه زي كده وهحطه بالظبط في نفس مش بالظبط بالظبط بس يعني في مكان قريب قوي من مصدر الضوء. طبعا انا هعمل كده ولو رحت كده انا في الضياع. طيب انا عايز اظبطه يعني مش هبان انا في البرسبكتيف. خليني اخده هنا كده وعايز ده الفيو بتاع الكاميرا وعايز يمكن اللايت بتاعي تحت يعني حاجة بالشكل. طبعا هو كان هرب مني في المنظر. بعد كده اعمل له روتيت بحاجه مقربه بالشكل ده. عملت كده الاقي الى حد ما مش الى حد ما هو الحمد لله مظبوط. الفكره بس انا عايز ازقه لورا شويه. بالمناسبه الانفينيت لايت من اللايت اللي البوزيشن ما بيأثرش معاه. الانفينيت لايت دنيته كلها في الروتيشن مش في البوزيشن تمام. موله كله في الروتيشن
يعني بص كده، لو انت ماسك دي كده وجيت عملت شايف هي قصته كلها في الروتيشن، فانا هروح للكلر وهاخد كلر من الاضاءه. طبعا هي باينه انها زي الابيض، بس هي مش ابيض، يعني الاضاءه دي مش ابيض. لو احنا جينا عملت كده ورايت كليك اوبن ويندو، هرجع لللايت ده تاني وهروح هنا كلر واحاول اسامبل. في جنرال انا عايز اقول له شادو اريا شادو. تعال بس الاول نشوف هل الشده بتاعه محتاجين نظبطها ولا لا. بس بصوا كده بقى عندي هنا فعلا محاكاه لمصدر الاضاءه اللي جاي من هنا. نعمل سامبلنج. اهو زي ما احنا شايفين الدنيا اهي. شفتوا بقى الشادو الحلو اللي جاي من عند المصدر ده؟ تحفه. دي حاجه. الحاجه التانيه والمهم قوي كمان على فكره، انه هروح للماتيريال دي نفسها واروح للالومينيشن، وفي السترينجز بتاعت الجنريت هقول له مثلا دي خليها 130 ولا حاجه، بحيث ان انا اخد جي اي اقوى من ده. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه والاهم، بما اننا شغالين على الفيزيكال وبما اني هروح للفيزيكال ده واخلي دي 3 عشان يبقى اسرع من كده شويه، حلو. هروح لاوبشنز، وفي اوبشنز اخلي الريدبس. انا مش عايز لايت كتير قوي في السين، هخلي مثلا مثلا وليكن 4. شادو شادو او الريفليكشن ديب ما عنديش حاجه اصلا كده تستحمل العدد ده 5، والشادو برضو نفس الموضوع 4. بالنسبه الرقم العدد الثلاثه دول وقت الريندر هينزل تحت. لو جيت عملت كده سامبل الجي جي اي كمان اسرع. افتكر كان في المرات اللي فاتت كان 35 ثانية حاجة زي كده السامبلنج بتاع الجي اي، بس حاجة و30 حاجة مش فاكر. افتكر الفرق واضح قوي اهو. جميل. طبعا دي بقى موال بتاع دي. في حاجه بقى مهمه قوي، انا ممكن هنا استغنى عن ده. تمام، انا ممكن استغنى عن ده ونعمل ريندر تاني. بس قبل ما اعمل ريندر تاني انا عايز اروح لدي، وعايز اروح للومينانس واخش جوه التكتشر دي نفسها. في هنا اكسبوجر، الاكسبوجر ده انا ممكن اقول له 0.5، ممكن اقول له 1. خلاص 1.5 دي هيخلي اللايت ملوش حل بصراحة، هيخلي الضوء اللي جاي من التكتشر نفسها ملوش حل. واضح قوي فعلا، بقى في كونتراست جامدة قوي باينة قوي. مش عايز اقول ان احنا ممكن في حالة زي دي نستغنى حتى عن بتاع ده الانفينيت لايت، بس لا، انا هتعامل مع الانفينيت لايت على انه زي الصن. وافتكر كده الدنيا كويسه جدا جدا.
حلوة. ممكن اخلي اللايت ده 150، هيبقى شارب قوي. تمام. وتعالوا كده نروح هنا ودي، عشان عايز اوريكم نقطة مهمة قوي. هخلي الاكسبوجر بتاعها مثلا 2 عالي، 2 3 عالي قوي، واخدين بالكم؟ عالي جدا، بس انا عايزه كده. تمام، انا عايزه كده. والانفينيت لايت ده انا هخليه 100 تاني، هرجعه 100 تاني، بس انا عايز ده كده. طب ده كده هيبان في الكاميرا، انا مش عايز دي تبقى هوت سبوت قوي كده. خلاص هقول لكم هنعمل ايه، بس الاول نشوف الرندر. شفتوا كمية الإضاءة اللي جاية من السكاي؟ هنشتغل إضاءة النهاردة بسيستم حلو قوي هيعجبكم، عشان برضو إيه تعرفوا تشتغلوا، تقريبا هشتغلوا بيه على طول بعد كده. أفتكر مفيش بعد كده. السين منورة حلو، خلي بالكوا لسه مفيش الماتيريال ما اتحطتش كمان، بس الدنيا مزهزهة قوي وحلوة قوي، واللايتس ضاربه الدنيا كده تمام. بس دي بقى اللي منغص عليا، عايزه الاقي لها حل. ايه حلها؟ بصوا بقى، حلها ان انا هسمي السكاي دي، هسميها سكاي جي ار. تمام، ودي اتش دي ار اي بتاعت الجي ار. تمام، هنسحب دي كده واحده كمان، طبعا كنترول واسحب دي. هسميها مين؟ هسميها الباك جراوند. دي باك جراوند، هفتح دي واروح لده اهي، ارجع ده لزيرو تاني. تمام، او يمكن 0.5، والالومينيشن هرجعها 100. حلو، والسكاي دي رايت كليك سينما 4 دي تاكس كومبوزيشن. بصوا بقى، انا هعمل دبل كليك للسكاي. السكاي ده ايه؟ هسميها سكاي باك جراوند. طب انا حاطط الكومبوزيتنج ده والباك جراوند دي، هحط عليها دي. ايه اللخبطه دي بقى؟ اقول السكاي جي اي ده اهي، هروح للتاني. بص بقى، اولا دي تكاست شادو، تريسيف شادو، ولو انك كده مش هتريسيف شادو، سيلف شادو ماشي. سين باي كاميرا لا، بتاعت الجي اي ده هي ما تتشافش بالكاميرا. خلاص حلو. طب سين باي جي اي طب تتشاف بالترانسبيرنسي؟ لا، يعني الحاجات الازاز ما تشوفهاش. طب الريفراكشن، الحاجات الشفافه ما تشوفهاش. طب الريفراكشن الازاز ما يشوفهاش، الريفليكشن ما يشوفهاش. خلاص، اذا ده هي الجي اي بس هو اللي هيشوفها، لكن لا الكاميرا هتشوفها، ولا اي حاجه فيها ازاز هتشوفها، ولا اي حاجه فيها الفا هتشوفها، ولا اي حاجه فيها ريفليكشن هتشوفها. اما الثانيه بتاعت الباك جراوند، سين باي كاميرا سين باي ريز سين باي جي اي لا، ومتشافه بكل دول. تمام، انما ولا كاست شادو ولا تريسيف شادو، يبقى واحده الجي اي بس اللي شايفها، والكاميرا والريفليكشن والريفراكشن والترانسبيرنسي مش شايفينها. الثانيه الجي اي مش شايفها، والكاميرا والريفليكشن والريفراكشن والترانسبيرنسي شايفينها. تمام، هنلم كل دول Alt G وهنسميها Light Control S. تيجوا نبص بقى، بس ادي الفاينل تقسيم بتاعتنا زي ما احنا شايفين. بس خلي بالنا ان البياض ده هيعمل لنا مشكله، هنقول حلها بعدين. كده مهمه الراجل بتاع الاضاءه انتهت، ندخل على مهمه التيكت شالنج المحاضره الجايه.